السينما المغايرة عن السائد سواء بالإنتاج، يعني إذا ما كان في إنتاج رسمي هو المسيطر، أو السينما التجارية لشركات خاصة هي المسيطرة، السينما المستقلة هي المغاير عنهم سواء من ناحية الإنتاج، يعني اللي هي خارج إطار أو قواعد هدول النوع من الإنتاجين، اللي هي كمان مغايرة فنيا، اللي هي يعني العلاقة بصانعة أكثر، اللي فيها أشكال بحث جديدة، اللي فيها أسئلة معنى مختلفة عن اللي بينطرح عادة. هذا كمان بيندرج تحت إطار السينما المستقلة حتى لو فيها إنتاج. هون أنا أغلب الحالات هي أفلام روائية قصيرة نظرا للتكلفة ولسهولة عملها أكثر. لكن يعني اللي بدي أقوله أنه كل الوقت في محاولات، هلا بتختلف هاي المحاولات بقى بمدى جدية صاحبة، خصوصا للروائي الطويل اللي انعمل من فترة مثلا مع الجمعة، عمل زينة اللي هو روائي طويل ومستقل هو اللي سوا. موافق تضحك مرة إن شاء الله ما في المشكلة اللي بتواجهك السينما المستقلة بكل الدول اللي بتنعمل فيها، خصوصا دولنا هون، يعني اللي هي أولا الموضوع المادي، لأنه حتى مهما كانت السينما مستقلة اعمل شيء نوعا ما يعني هيك يكون في كواليتي، الكواليتي يتطلب مصاري، يعني هي قولا واحدا مهما حاولت اتحايل. تيجي الناحية الثانية اللي هي الناحية الإجرائية، أنه أنا لما بدي صور ناحية الموافقات، ناحية حرية التصوير، ناحية أنا وين بيخلوني صور ولا لا، ناحية بيخلوني اشتغل ولا لا. يعني للأسف الشديد هيك الوضع، ناس بالبلد ما بيناسبها تطلع سينما مستقلة، هي مشان يكون بشكل واضح، يعني عن جد في ناس لا يناسبها وضدها تماما انه تطلع سينما مستقلة ناجحة. يعني نحن مو رايحين بالاتجاه الحلحلة بهذا المجال، نحن رايحين باتجاه مزيد من التكريس وتوليد جيل تاني هو لسه يعني اذا بدك مشوه اكثر من الجيل اللي قبله، مع انه ينفتح الباب اداء حتى امام الجميع. وقصة اكاديمي ومو اكاديمي هي يعني هي نقاشه بسوريا مضحك، يعني لانه اصلا نحن ما عندنا اكاديميه بتخرج اصلا. يعني صارت تهرب العالم، طلعنا مع العالم، يعني حرب نظاميه صارت. وشوي شوي العالم كترت، صاروا 20 عيله. والله مو صدق بعمر، يعني عمل بحط صوت أرمين مشان نسلح الأحزي مثلا هونيك وفوت له جوا على الدكان. مهما كان في تجارب فردية عظيمة برا، بالنهاية السينما السورية هي السينما يعني اللي بتطلع من نبض البلد اللي جوا، يعني هذا الأهم والأصيل أكثر. هي السينما للأسف اليوم هي في حالة موت سريري لعدد كبير من الأسباب. هدول ممكن تبلش معهم بعملية تراكمية بحاجة سنوات لأنك تبلش تحصد منهم شيء، غير هيك أنا ما بعرف إذا في حل تاني. إذا مسكوني اليوم يمكن ما يوصلوا لعندي. إذا بدي أعمل فيلم اليوم أكيد بروح للخيار المستقل، سواء ككاتب أو حتى أنا إذا قررت في يوم من الأيام إني أنا أعمل فيلم، فأكيد بروح للخيار المستقل، لأنه الحل السحري لهذا الواقع هو السينما المستقلة، إنه ينعمل تجارب مغايرة وينعمل تكون بإطار جو ومناخ من الانفتاح ومن التقبل ومن الحريات، حتى لو كانت بهي الحريات بالتحايل إذا بدك، حتى لو أنا عملته بالتحايل، غير خيار للأسف مسدود الأفق، يعني ما في مستقبل للفيلم. يعني قد أنا ما عملت فيه هو ما بعرف أنا سلفاً أنه ما له مستقبل.